يا زول من ألاف البشر من طبقة ضحك على الظروف لا كل عزم ولا بدر يا زول من ألاف البشر عفستك الرجل انكلس يا زول من ألاف البشر من طبقة ضحك على الظروف لا كل عزم ولا بدر يا زول من ألاف البشر عفاستك انت المقدرة عاني ظروفك واكحرة اوعك تفرط في العيال واوعك تخاف من المرة يا زول من ألاف البشر شوفي يا عباس، دي قروشي صرفتي حاجة الصندوق، كويس؟ انت هتشيلي تعمل بيها شنو؟ تشتري بيها خدار، تفرشي جملة دي الرغية، انا فاهمها واي حاجة، اوكي؟ جدا، شوفي يا عديلة، انا اصلا والتجار، وارسل التجارة دي كابل عن كابل. كويس، ما مشكلة، بس اعرف حاجة، انه القروش دي اخر قروش عندنا، عشان كده استثمرها صح. ابشري. شوف يا عباس، البغالة دي حقت قريبنا وزول ما شاء الله بغالته مليانة فل، بعدها هو انت بس تشيت حيلك. لا ان شاء الله انا حشيت حيلي، انا طبعا يا صادق انه انا يعني المسألة بتاعت التجارة دي اصلا وارثها كابر عن ابن كابر، خلاص عرفنا كلام دي ما صرف الصندوق يا عباس، اعمل حسابك. عباس ما تخزني مع قريبنا، يلا قوم راح استلم. اديني ليو. مرحب يا عاطف، مرحب يا اخي. انا جاي ساكن جديد يا اخي، ما عارف الوصف زي الناس، لكن على العموم الوصف واضح. تنزل من نظره شارع ترابي، اول عمارة ناس يدي عمارتي انا طوالي. خير، سلام. السلام عليكم. يا مرحبا. مرحبا وسهلا. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. الله يبارك فيك. تسلم. الله يبارك فيك. الحمد لله. ان شاء الله البلد دي ترحب بك يعني. الله يبارك فيك. قلت جيت. اهم حاجاتي تكون هنا متوفره، انا ما بحب اشتري حاجاتي من كم حته كده. نوفر لك كل الطلبات بتاعتك ان شاء الله. انا جيت من اجل الناس. الناس محتاجه يا اخي. عندك دفتر بتاع ديون، عندك في ناس هنا داير منهم حسابات كده. لا لكن انا بس لا ما تخاف. والله انا ما قاعد يعني انا داير اسدد الدين. انا الكلام ده بيني وبينك. اديني دفتر. ايوه الدفتر بتاع ديون الناس. اديني كراسة ديون. اديني ليو. ايوه طيب تمام. ده انا بعد اشوف يعني الاجمالي كله بتاع الدفتر ده هاحرقه. عمل خير. الله يبارك فيك. ده عمل خير والله. الله يكرمك. عندكم جوالات بتاعت سكر صغيرة كبيرة؟ اعمل لي 5 شوالات بتاعت سكر كبيرة، 12 شكيرة صغيرة. في زيت اديني 13 جركانة صغيرة و4 جركانات كبار. حاضر. أربعة شاي ده خدت لي حكاية بتاع 8 تسعة 12 رطو كده. كويس. وفي اللبن. اللبن أي في؟ اديني اللبن. تعال اتزاتك معي تعال. حاضر. شوف اللبن ده أنا داير يعني كمية. العربية طوالي.
طوال العربية، العربية طوال. شنو يا عباس يا اخي؟ يا عباس والله والله احترنا ذاته نعمل معك. شنو يا عباس يا اخي؟ يا اخي انت بتبالغ والله، شنو سويته ده؟ ما هو شوف اقول لك حاجه صادق، انا الحقيقه الزول ده يعني مجرد ما قال لي يا اخي انا داير اقدم الحاجه دي انسانيا، قال لي يا اخي انا داير اعمل حاجات انسانيه، اديني الدفتر ده الديون كلها بتاعت الناس دي، قال لي انا داير ادفعها، قام حرق الدفتر. حرق الدفتر؟ هاي ما داري سلمك قروش؟ لا لا، ما هو اقول لك حاجه، بعد ما حرق الدفتر وشال البضاعه يعني شال حاجات كثيره جدا، وقام قال لي يا اخي انا داري اكون قريب لكم هنا دا، وان شاء الله حاجاتي كلها تكون موجوده عندكم هنا، عشان انا داري اشيل حاجاتي الثانيه كلها من هنا دا، قام شال الحاجات بتاعته كلها. بتعرف بيته؟ هاي مسكني معه العمارة. عمارة؟ هاي عمارة. بيت عمارة؟ عنده عمارته. اروح عليه وهسه في عمارته والله يستر يا عباس. قدامي اروح عليه في عمارته. همشي. ليلنا يا حليلنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا. يا شباب. حبيك والله. الله يسلمك. كيف الأحوال؟ كن ألف. حبابك. الله تبارك فيك. ده هو؟ ده الزول؟ الله يسلمك. لا لا ده ما الزول. لا لا. جايين احنا في الحقيقة جعفر فيه؟ جعفر منو ده؟ جعفر سيد العمارة. جعفر سيد العمارة؟ أيوة. لا لا ده ما سيد العمارة دي؟ أيوة نعم. لا لا ما جعفر يا. ها؟ عباس. ها؟ أنت البضاعة ديتها منو بالضبط كده؟ ما أنت قلت تجنن لي. جعفر عمارة منو؟ عمارة منو دي؟ ما جعفر سيد العمارة دي. كيف يعني يا عباس؟ سيد جعفر جاب البضاعة دي خدتها هنا ده وقال لي العمارة بتاعته هنا. لا لا أخي ده ما جعفر. ده اساسا والله انا ما بعرفه جاني هنا. خدت لي البضاعه اللي دفار بيجي يستلمها منك وبعدين ثاني حقه وحاسبني فايت. ده ما صار. دي مع عمارته يا اخي. دي مع عمارته. انت ما بتفرز جعفر من الصافي يا اخي. شنو جعفر يا اخي؟ يا اخي انت ما رجل عجيب كده يا اخي. ده عمارته ولا ما عمارته؟ عمارته. عمارته قال لي ده عمارته. لا صادق يا عباس. عباس والله يا صاحبي. لا 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 يا عباس لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عباس صافي وينو؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. الصافي يا عباس صافي. يا اخوان صافي. عباس صافي يا زول. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. اسمعني يا عباس، اسمعني يا عباس. لا إله.